السلام عليكم، كيفكم دكاترة؟ أنا زميلتكم إسلام مسترعونة. أنا خريجة دفعة 2024، الحمد لله بمعدل امتياز. رح أكون معكم بمادتين الفسيو والفارما إذا شاء الكريم. بداية يا جماعة، بداية موفقة إن شاء الله لسنة ثالثة، وإن شاء الله يكون عندكم مديول الآر إس من أحلى المديولات وتجيبوا فيه أعلى العلامات. مديول الآر إس فكرة الأساسية إنك أنت تكون متخيل الموضوع اللي قاعد بصير، لأنه سبحان الذي خلق فأبدع، إبداع رب العالمين بهذا السيستم كافي إنه يخليك ليل ونهار بس تسبح الله عز وجل وتحمده على هاي النعم اللي موجودة جواتك. يعني أشياء دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة هي أشياء رح ندرسها اليوم. فيعني بتمنى إن شاء الله إنه تكون بداية حلوة إلي وإلكم، ويلا خلينا ننطلق. قبل ما نبدأ بدي أحكي لكم شوي عن طبيعة شرحي. يا جماعة أنا قبل ما أقرأ لكم سلايد الدكتور اللي إن شاء الله إنه يكون شامل كلامه، وإحنا سمعنا ريكورد عنكم وخلصنا كل إشي وكتبنا لكم النوتات، أنا قبل ما أقرأ هاي الأشياء أنا بشرح على وايت بورد الأشياء اللي بتهمني، وهاي الورقة رح أبعث لكم إياها كمان، بحيث إنه مثلا أنت خلصت درست المحاضرة وخلصت أنا وياكم الفيديو وسكرنا، ارجع أقرأ هاي الورقة اللي أنا وياكم رح نكتبها. أنا بدي أطلب منكم طلب، إذا بدكم إنه يكون الشرح بين إن شاء الله يعني لأعلى ليفل ممكن، بدي تكتبوا معي. يعني كل ما كتبت معي على هاي الورقة البيضاء كل ما سهلت على حالك الحياة ليتر أون، بس نيجي نقرأ السلايدات، لأنه إذا أنت الآن فهمت أغلب الأشياء اللي رح أحكيها هلا بظل عندي نوتات بسيطة بس نقرأ السلايدات بنعلق عليها. سو جاهزين؟ يلا خلينا ننطلق. بسم الذي خلق فأبدع، بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي بالأرأس رح نبلش نحكي يا جماعة عن الإير باسج. الإير باسج هو عبارة عن الإيروي اللي ممتد من النوز، أوكي، بداية الموضوع بالنوز وبينتهي بآخر إشي من التفرعات تاعت اللنج اللي هي بنسميها إحنا إيش؟ الأليفيولاي. أوكي، اتفقنا يا جماعة؟ طيب هسه هاي التقسيمات سبحان الذي خلق فأبدع ما كانت بس هيك، لا، كان لها تقسيمات اخرى. في عندنا رح نقسمهم لشغلتين، في شيء اسمه اناتوميكال ديفايدد وفي عندنا فيسيولوجيكال ديفايدد. الان الاناتوميكال ديفايدد رح نقسمهم ل ابر اير واي اير باسج، وفي عندي لور اير واي اير باسج. ايش بتهمني يا جماعه؟ بتهمني صراحه ليتر اون، انتم خلص سنه ثالثه، انتم نص دكاتره، ان شاء الله السنه الجايه بتجونا على الكلينيكال بتكونوا دكاتره، خلص صرتوا دكاتره، سنه رابعه صار دكتور رسمي. حلو، لازم تكون مميز. لما احكي لك upper respiratory tract infection معناها انه انا في عندي infection صارت يا اما بالنوز او بايش؟ بالفارينكس. اذا اول مكونين بالابر ايروي اللي هم النوز والفارينكس. ننزل شويه لللور ايروي، اللور ايروي اي infection يعني اي التهاب بصير بهاي البارتيكلز من او هاي البارت من هذه الباثوي بسميها انا لور ايروي، فبحكي انا لور respiratory respiratory tract infection. هاي مصطلحات، هاي اختصارات لازم تكونوا عارفينها لانه رح تسمعوها كثير. اتفقنا يا جماعه؟ ماشي. اذا الان انا في عندي نوز، فارينكس، بعدين رح ابلش انزل ايش بعديهم؟ في عندي اللارينكس، اوكي، اللارينكس، وبعد اللارينكس رح تجي عندي التريكيا. من عند اللارينكس ورح ننزل لتحت هاي التفرعات بنسميها lower airway. اوكي، التريكيا رح تنقسم to two main bronchi. هاي البرونكاي رح تضلها تتفرع تتفرع تتفرع، فمن التفرعات تاعيتها الاشياءات هاي بنسميها احنا برونكيول. هلا رح نحكي لكم عنهم ايش الفرق بينهم. واخر شيء شوفوا سبحان الذي خلق فابدع، رح تضلها تتفرع، هاي التفرعات بتوصل ل 23 تفرع، تمام؟ وفي النهايه بننتهي عند اخر بارت اللي هو ايش؟ الالفيولاي، اوكي؟ اللي هو الحمد لله المكان اللي رح يصير فيه اهم فانكشن من الفانكشن تاعت اللنج اللي هي ايش؟ الغاز اكستشينج. يا جسم اعطيني السي او 2 وخذ من عندي او 2 اللي جبت لك اياه من الاتموسفير من برا. ماشي، اتفقنا؟ هاي اتوقع ما فيها اي مشكله. نيجي عند التقسيم الثانيه واللي هي الفسيولوجيكال ديفايد. فسيولوجيكال ديفايد يعني راح نقسمها بناء على الفسيولوجيه، اوكي، او الوظائف الفسيولوجيه تاعت الايروي. اوكي، يلا الان يا جماعه بالنسبه لتقسيمه الفسيولوجيكال ديفايد راح نقسمها الى جزئين، شيء بنسميه ريسبيراتوري زون وشيء بنسميه كوندكتيف زون. حلو، طيب الكوندكتيف زون ببلش من فوق من عند النوز لعند الفارينكس، بعدين اللارينكس، التريكيا، وبعدين تجي عندي البرونكيول، البرونكاي والبرونكيول. الان شايفين هاي الاشياء زي ما انتم شايفين انا مغمقه الخط تاعي،
انا شايفين هذا الغط تاع الاسود مغمقته، ليه؟ هو خطا مقصود. ايش القصد؟ كان يعطيني انه هذا السواد اللي زايد معناه انه هذا ثيك وول. اوكي؟ طيب ماشي، شوفوا عند رسمتي الثانيه بلش خط الاسود اصير يا دوب راسمته، هاي معناها انه الان احنا بالريسبيراتوري زون. ايش الوول تاعي؟ عندي انا ثين وول. طيب يعني شو الفرق؟ شو بيفيدني؟ شوفوا، اول حاجه كوندكتيف زون، من اسمه كوندكتيف، يعني هو عباره عن زون توصيلي. اوكي؟ ما بصير في عندي انا اي غاز اكستشينج في هذه المنطقه. طب ليه ما بصير عندي غاز اكستشينج؟ لانه انا عندي ثيك وول. مشان هيك هاي المنطقة إلها اسم ثاني بنسميها ديد سبيس. ديد هي ميتة، ما فيها أي عملية من عمليات الريسبيريشن اللي هي الغاز اكستشينج. اتفقنا يا جماعة؟ طيب تمام. الكوندكتيف زون يا جماعة شوفوا هي بتضلها ماشية. شوفوا مثلا عندي أنا هون التريكيا، بعدين التريكيا انقسمت وأعطتني البرونكاي. أوكي؟ والبرونكاي انقسمت في النهاية حتى تعطيني البرونكيول. أوكي؟ طيب هاي معلومة إلكم، لانه خلص لازم تعرفوها. ايش الفرق بين البرونكاي والبرونكيول يا جماعه؟ في الكارتلج. شوفوا هون انا في عندي هذا الكارتلج اللي موجود حوالين الاير واي تيوبس. اوكي، هاي موجود في البرونكاي، بينما البرونكيول ما عليها كارتلج. اتفقنا؟ طيب تمام ماشي، كملنا لهون. هسه شو اسم البرونكيول هذا؟ اخر برونكيول تنتهي فيه الكوندكتيف زون، من اسمه اخر واحد شو اسمه؟ اسمه تيرمينال برونكيول، اسمه تيرمينال برونكيول. إذا الكوندكتيف زون تنتهي بالتيرمينال برونكيول. حلو؟ طيب تمام ماشي. شوفوا هاي الريسبيراتوري زون، الريسبيراتوري زون زي ما انتم شايفين فيها زي هيك زي طعوجات طالعه لبرا. هاي الطعوجات اللي طالعه لبرا هاي عباره عن الفيولاي بس صغيره. اوكي؟ هاي وظيفتها انه في عندها غاز اكستشينج. فمشان هيك اول جزء بلقانا في الريسبيراتوري زون شو اسمه؟ اسمه ريسبيراتوري برونكيول. اوكي، اذا النهايه تيرمينال برونكيول، هنا انا في عندي ريسبيراتوري برونكيول. ليه ريسبيراتوري برونكيول؟ لانه يا جماعه رح يصير في عندي عمليه من عمليات الريسبيريشن، من عمليات التنفس، انا رح يصير عندي غاز اكستشينج في هاي المنطقه. حلو؟ طيب تمام. بعدين هاي الغاز اكستشينجز في النهايه رح توصل لهذا المكان، هذا المكان انا بسميه الاليفيولار داكت. اوكي، اليفيولار داكت، اللي في النهاية رح ينتهي لي في ايش؟ هاي كلياتها اسمها ايش؟ هاي الاليفيولار ساك. اوكي، الاليفيولار ساك اللي في النهاية رح تعمل لي ايش؟ الغاز تشينج في هاي المنطقة. حلو يا جماعة؟ طيب تمام التمام، لحد هاي اللحظة احنا متفقين؟ متفقين. طيب هون برونكاي، وقلنا انتهينا بالتيرمينال برونكاي، بدأنا بالريسبيراتوري برونكاي، وانتهيت انا هون بالاليفيولار ساك. شوفوا الاليفيولار ساك سبحان الله في حواليها خلايا. شوفوا انا قديش كبرت الشاشه، بدي مشان نشوف الابداع في رب العالمين، سبحان الذي خلق فابدع. شوفوا شايفين الخلايا النهديه؟ هاي الخلايا النهديه اسمها تايب 1 سيل. هاي الخلايا شو وظيفتها؟ هاي وظيفتها الغاز اكستشينج. هان الغاز اكستشينج بصير. طيب الغاز اكستشينج يا جماعه، طيب سوري، الغاز اكستشينج شو بده؟ شوف سبحان الذي خلق فابدع، رح ارسم لكم الفيولاي زي هيك. هاي يا جماعه الالفيولاي، والالفيولاي هي مغموسه حواليها طف من الكابيلاريز اللي فيها ارتريز وفين، ففي حواليها دم. حلو؟ اذا هذا اللي كنا نكون عارفينه احنا، كيف بصير الغاز اكستشينج. طيب ماشي، شوفوا هسه ويت. إذا شايفين هذا الإشي؟ إذا هيك أنت تخيلوها، رب العالمين لما خلق الألفيولاي خلقها بهذا الشكل، تمام؟ خلقها عبارة هنا أنا في عندي إير، رح يفوت الإير من برا، الإير بس يفوت رح يصير في عندي غاز إكستشينج مع إيش؟ مع البلد اللي حواليها. حلو؟ طيب هسا شوف الغاز إكستشينج إيش اللي بصير؟ اللي بصير يا جماعة الإير بيجي فيه O2 فبفوت الأوتو لجوا الجسم، وبيجي الاير هذا بياخذ من الدم السي او 2 وبيطلعه برا الجسم. هذا هو الاير، هذا هو الغاز اكستشينج. هاي هي عمليات الغاز اكستشينج. اتفقنا؟ ماشي. هسه شوفوا الغاز اكستشينج له شرطين، بده جود اير. اوكي، هاي شغله، والشغله الثانيه بده جود بلاد. بده شرطين ما بتنازل عن ولا شرط فيهم، بده اير فيه او 2 وبده بلاد مشان ياخذ منه السي او 2. حلو؟ طيب تمام ماشي.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسه احنا شو حكينا؟ حكينا انه الكوندكتيف زون والريسبيرتوري زون راح تنقسم 23 مره، يعني شايفين يا جماعه من هون هي انقسمت برونكيول هاي مين برونكو بين برونكاي، بعدين راح تتقسم عدد التقسيمات 23 قسم. طيب الاقسام اللي ضمن الكوندكتيف زون عددهم 16 قسم، اذا هنا 16 ديفيجن بتكون موجوده عند الكوندكتيف زون، بينما الريسبيرتوري زون قديش؟ فقط ايش؟ 7 زون. طيب ايش اهم فرق بين الكوندكتيف زون والريسبيرتوري زون؟ الالفيولاي. هون في عندي نو الفيولاي، اوكي ايش شبكت مع ال نو الفيولاي، هون انا في عندي ايش؟ في عندي طبعا الالفيولاي، عشان هيك سميتها انا الريسبيرتوري. اتفقنا يا جماعه؟ طيب سبحان الذي خلق فابدع. طيب يعني رب العالمين لما خلق هاي الاشياء هسه عمليه الغاز اكستشينج بتصير في الالفيولاي. طيب يا رب يعني ليش كل هاي الطريقة الطويلة؟ تتوقعوا إنه رب العالمين بخلق إشي هيك عبث؟ يعني ليه كل هالطريقة الطويلة؟ ليه في عندي كوندكتيف زون يكون فيها ديد سبيس؟ ليه هاي الطريقة تكون بس ناقلة؟ لأنه سبحان الله يا جماعة، رب العالمين لما خلق أشياءه كان خايف عليها، رب العالمين وظيفته يحمينا، صح؟ فمشان هيك هلا أنا وياكم بدنا نحكي عن إيش هم الفانكشن تاعت الكوندكتيف زون. طيب شوفوا، الفانكشن تاعت الكوندكتيف زون يا جماعة هي واحد، اول إشي انها بتعمل كوندكشن للاير، كوندكشن للاير هي بتوصل الهواء، يعني مش هي بتبلش تتقسم وبتصير الكوندكشن تعطي الابر لوب اللور لوب الميدل لوبس يلا هذا السيجمنت من اللوبس، اوكي مشان سبحان الله تعطي كل اللنج، ما ينزل الهواء مباشره على مثلا الجزء السفلي من اللنج وخلصنا، لا اول شيء كوندكشن. اثنين هي تعتبر زي كونديشن، سبحان الله زي الكونديشن بالضبط، يعني انت لما تكون في منطقه بارده اوكي، وتخيل انك انت مثلا تكون قاعد في الجو شتويه درجه الحراره برا سالب واحد، وانت تاخذ هذا الهواء مباشره تفوته على الالفيولاي، طيب ما اذا انت فوت هذا الهواء مباشره شو رح يصير في الدم؟ رح يتجمد، اذا خسرت الدم اذا انت خسرت الغاز اكستشينج، فرب العالمين خلى هاي الطريقه الطويله مشان جسمنا يعملها الى كوندكشن، او اذا كنت بمنطقه حاميه كثير 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 لو وصلت الحراره مباشره للالفيولاي شو رح يصير فيها؟ رح تحترق وما رح يصير عندي غاز اكستشينج، فبالتالي الفانكشن الثانيه اللي هي الكونديشن، يا عيني عليكم ثلاثه شو بتعمل لنا؟ بتعمل لنا موستيزر، يعني ترطيب، سوري موستيرايزنج، اوكي بتعمل لنا ترطيب للهواء بحيث انه ما يكون ناشف علينا. كمان اربعه بتعمل لنا فلتريشن، سبحان الذي خلق فابدع، هل رح نحكي شوي تفاصيل عن الفلتريشن ليتر اون. كمان وظائف بتعمل لنا بروتكشن لللنج، راح افرجيكم كمان بس نقرا السلايد كيف تعمل لي بروتكشن لللنج، واخر حاجه بتعمل لنا ريجوليشن اوف تمبريتشر، ريجوليشن اوف تمبريتشر. طبعا اسمعوا القائمه تطول لسه في كثير شغلات، بس الدكتور بس حكى لنا هذول الشغلات، انا ليه بعد زي هيك؟ 1 2 4 5 6 اوكي، اذا ريجوليشن اوف تمبريتشر تمام. هسا احنا شوفوا انت بس تشوب ايش بتصير؟ سبحان الله تصير هيك تتعرق، تصير عندك سويتنج. هلا سبحان الله كمان الار اس بيساعد في الريجوليشن تبع التمبريتشر تاع جسمك عن طريق ايش بنسميه ايفابوريشن، اوكي عن طريق التبخر. ماشي يا جماعه، اذا هذول هم الفانكشن تاعت الكوندكتيف زون. طيب ماشي، طيب الريسبيرتوري زون ايش الفانكشن تاعتها يا جماعه؟ اول فانكشن عرفناه من اول خليه في الخلايا اللي هي سوري من اول خليه في الخلايا اللي هي تايب 1. تايب 1 لا اسمعوا لازم نحفظها هاي، تايب 1 هي خليه بتعمل الي تايب 1 اوف سيلز اللي وظيفتها تعمل لي غاز اكسجين، وزي ما انتم شايفين انا متعمده لونت التايب 1 اكثر من التايب 2 اللي هلا رح نحكي عنها. ليه؟ لانه عددها اكثر سبحان الله. طيب الان الوظيفه الثانيه تاعت الريسبيرتوري زون ان عن طريق تايب 2 اوف سيل، تايب 2 اوف سيل شو بتطلع لنا؟ بتطلع لنا شيء بنسميه سير فاكتنت. هلا رح نعرف ايش وظيفته هذا السيرفاكتنت. طيب وفي عندي زي ما انتم شايفين كمان خليه خضراء بالنص، هاي الخليه الخضراء بالنص اللي احنا رح نسميها هنا تايب 3، تايب 3 اوف اوف سيل، اوكي اللي هي ايش؟ اللي هي الماكروفيج. ماكروفيج شو هي وظيفه شو اسم الماكروفيج تاعت الار اس؟ اسمها داست سيل. اوكي طبعا اسمعوا هي سهله اسمها ليش دست؟ لانه كلياتنا عارفين وظيفتها انها تاكل اي دست بارتكل بتفوت علينا، يعني سبحان الله الغبار اللي الجسم بده يفوت عليه اوكي، خصوصا لو كان صغير 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 مين بده ياكله؟ بده تاكل الماكروفيج. ماشي يا جماعه؟ طيب تمام التمام. الان انا بس بيضل عندي شغله معلومه معينه لازم احكي عشان اريح حالي لبعدين. شوفوا هلا هاي حكينا اسمها ديد سبيس، اوكي الكوندكتيف زون اسمها ديد سبيس، بس بدنا نضيف لها معلومه زياده. هاي يا جماعه الكوندكتيف زون اسمها
anatomical أنا تو مي كل ديد سبيس. نورمالي قديش بتكون قيمتها او قديش فيها هواء؟ فيها 150 مل. يعني تخيلوا احنا بناخذ يا جماعه بالهواء تقريبا 500 مل تقريبا في النفس الواحد، 150 منه بيكون في الاناتوميكال ديد سبيس تاعت الكوندكتيف زون. ماشي؟ طيب في عندي ديد سبيس ثاني شيء اسمه الليفيولر، الليفيولر ديد سبيس. هذا نورمالي قديش يكون؟ لازم يكون صفر. ما لازم يكون في عندي انا ديد سبيس في الريسبيراتوري زون، لازم تكون كلها بتشتغل، كلها فيها غاز اكستشينج. طيب متى ممكن يكون في عندي الليفيولر ديد سبيس؟ اذا يا جماعه كان في عندي مشكله في الاير او كان عندي مشكله في البلد. شو يعني؟ يعني لو انا عندي هاي الاليفيولاي، هذا حواليها الدم صح؟ طيب لو صار في عندي ثرومبس في هذا الدم، ثرومبس هنا حلو؟ الان ما في عندي دم واصل، هل في عندي جاز اكستشينج؟ ما في عندي جاز اكستشينج، فبتدخل ضمن الاليفيولر ديد سبيس. حلو. طيب او تخيلوا ان انا في عندي ايش؟ كولابس في هذا الاليفيولاي، بس الدم ماشي، هل في عندي جاز اكستشينج؟ لا، لانه قلنا الجاز اكستشينج بده شرطين، فبالتالي اذا كان في عندي اي مشكله في هذا الشرطين راح يدخل لي البيشنت في اليفيولر ديد سبيس. حلو؟ ماشي. طيب تمام. حاصل جمع الاليفيولر ديد سبيس زائد الاناتوميكال ديد سبيس ايش بنسميه؟ فيسيولوجيكال، فيسيولوجيكال ديد سبيس. انا عامدة متعمدة، كيف والله الجملة هاي؟ انا عامدة متعمدة حطيتهم جنب بعض. ليه؟ عشان احكي لك انه غالبا نورمالي الفيسيولوجيكال ديد سبيس بيكون بيساوي الاناتوميكال ديد سبيس، لانه 150 زائد 0 يساوي 150. حلو؟ مجرد ما بلش يصير في عندي الليفيولر ديد سبيس، صار في عندي مشاكل بالالفيولاي، بتبلش حكينا الليفيولر ديد سبيس تصير اضعاف الاناتوميكال ديد سبيس. ماشي يا جماعه؟ يا رب تكون هاي المعلومه سهله عليكم ولا فيها اي شيء. عباره عن كوندكتيف زون، اناتوميكال ديد سبيس، ريسبيراتوري زون، الليفيولر ديد سبيس، ومن اسمها حاصل جمعهم اسمه فيسيولوجيكال ديد سبيس، والفيسيولوجيكال ديد سبيس يكون بيساوي 150 بتاعت الاناتوميكال ديد سبيس. وخلصنا، ويا دار ما دخلك شر. اوكي؟ طيب تمام. يلا نقرا كلام الدكتور سوا ونثبت معلوماتنا، يلا نمستر، خلص ما فيش مجال ترجع تدرس محاضره ورا ورا شرحي. يعني الاير باسج احنا فينا اناتوميكال ديفايد انتو ابر اير واي ولور، ابر في النوز والفارينكس، لور في اللارينكس والتريكيا والبرونكاي والبرونكيول، وننتهي بالالفيولاي. اوكي؟ طيب تمام. يلا الفيسيولوجيكال، الفيسيولوجيكال راح نقسمها لكوندكتيف زون شو سميناه؟ ديد سبيس، وريسبيراتوري زون شو سميناه؟ يعني عليكم مين يحكي لي؟ الاليفيولار ديد سبيس اللي هو بيكون صفر. اوكي، دائما عشان ما تنسى رتب افكارك بالامتحان، هاي حط جنبها انه هاي اسمها ديد سبيس اناتوميكال، اناتوميكال. شوفوا لو انسالته بشكل عام ايش هي الديد سبيس؟ تحكي هي الكوندكتيف زون. لو بلشتوا تنسالوا مين الاناتوميكال ديد سبيس؟ تحكي الكوندكتيف زون. طيب مين الاليفيولر ديد سبيس؟ هي الريسبيراتوري زون. بدك تكون ذكي تلقط السؤال صح. اذا ان جنرال الديد سبيس هي الكوندكتيف زون. يلا من وين؟ هي from the nose to terminal bronchiole. الله 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 على رسمتنا الحلوة، terminal bronchiole. حلو. بينما هون من وين؟ من ال respiratory bronchiole to alveoli. الله يرضى عليكم، ما ننسى الرسمة نرسمها عنا. يلا أوكي، هلا في عندي conduction في ال conduction؟ لا. ليه؟ لأنه في عندي thick wall، فبالتالي no gas exchange، therefore it's called a dead space، ما فيهاش أي dead space. حلو. هون ال site for gas exchange لأنه هي thin wall، ال air present is called alveolar air لأنه هو موجود ضمن الالفيولاي. هاي يا جماعة التقسيمة تبعتنا سبحان الله، شوفوا ال conductive zone لحد رقم 16، هاي هي كلها conductive zone. شوفوا كيف بيكون ال wall thick، بس تبلش تدخل عند ال respiratory zone بتبلش تطلع لك هاي الكلكعات الصغيرة، هاي معناها إنه thin wall وفي عندي أنا respiration. في عندي شيء بنسميه respiratory bronchiole هي البداية زي ما قلنا، وهنا انتهينا بال terminal bronchiole. في بعض الدكاترة ممكن يسألك إنه respiratory bronchiole إيش الديفيجن تاعتها؟ احفظوهم 17 و18 و19. حلو؟ وبالنهاية الالفيولار داكت اللي هي 20 و21 و22، وآخر حاجة الساك اللي هي 23. دكتوركم حكى الأرقام مش مهمة، ولكن الاحتياط واجب. أوكي؟ هون 16 وهون ضل عندي 7، قسموها 3 3 1. ماشي؟ طيب تمام. ايش هي الديد سبيس جايز؟ It's a volume of air that does not undergo a gas exchange with the blood in the lung. حلو، قديش النورمال يا جماعه؟ النورمال هي تكون 150، ولكن الدكتور شو بيحكي لنا؟ هذا بيحكي لنا الرقم هذا لواحد عمره، لواحد ميل وزنه 70 كيلو،
تمام. طيب نفترض انه صار في عندي وزن زياده، مثلا واحد وزنه 50، ايش الفوليوم بتاعت الديد سبيس فيه؟ بس ببساطه بتجيب وزن ال 50 وبتضربه ب 2.2، هو هان تقريبا الافرج. اوكي، يعني هي تقريبا لما بنضرب احنا 70 كيلو ب 150 تطلع 152 وهيك شيء يعني. حلو، الافرج احنا بناخذ، فهمنا؟ بس هاي عشان تعرفوا انه 2.2 ضرب 3 مشان اطلع اي وزن في الحياه ايش الديد سبيس فوليوم اللي فياته. حلو، في عندنا تو تايبس، في عندنا اناتوميكال ديد سبيس داز نوت تشينجز، هذا ما بيتغير نهائيا، يعني اللي هو ايش 150 مل. اوكي، فياته 150 مل، اتفقنا؟ ماشي. الثاني هو الليفيولار ديد سبيس، هذا يا جماعه هو نورمالي، ها دائما باثولوجيكال، ها شوفوا دائما باثولوجيكال، اذا بلش يعطيني له رقم، اذا بلش يعطيني رقم هذا معناه باثولوجيكال. هو نورمالي شو بيكون؟ بيكون صفر، نورمالي بيكون صفر. نوت فانكشنال الفيولاي ار بريزنت، متى بيكون في عندي انا الفيولار ديد سبيس؟ في حالتين، يا اما عندي مشكله في الاير او عندي مشكله في البلاد. ها شوفوا، يا اما الالفيولاي كولابس او الفيولاي نوت ريسيفت بلاد في حاله البلمونري ايش ثرومبوسيس. سو فور جاز اكسشينجز وي نيد جود اير اند وي نيد ا جود بلاد، اتفقنا؟ ماشي. يلا الان شو يعني فيسيولوجيكال ديد سبيس؟ برافو عليكم، هو توتال ديد سبيس وحاصل جمع الالفيولار ديد سبيسز والاناتوميكال ديد سبيس، اذا توتال ذات داز نوت اندر جو ا جاز اكسشينج. نوت there is no alveolar dead space، قلنا لازم يكون صفر. normally الفسيولوجيكال شو بيساوي؟ الاناتوميكال، لانه قلنا 150 زائد صفر بتساوي 150. حلو، ولكن but in patient with non functional alveoli the physiological dead space may be equal to 10 times more than anatomical size، يعني ممكن يصير يزيد اضعاف الايش الاناتوميكال سايز. يعني تخيل انت انه هذا الرقم اصلا 150، حلو؟ احنا قلنا نورمالي هو بيساوي 150، طب تخيل هذا الالفيولاي صار يعطيني مثلا 300، فهو صار اضعاف ايش الاناتوميكال سايز، ممكن يوصل لحد 10. ماشي؟ طيب تمام. يلا شو الفانكشن بتاعت الديد سبيس؟ قلنا وظيفتها كوندكشن، بدها توصل لي كمان اير كونديشن، تعمل لي تظبط لي الكونديشن تحت الهواء، كمان مويستنينج اوف اير باي ميوكس سكريشن، انت بترطب الهواء، سبحان الذي خلق فابدع، كمان فلتريشن. بس شوفوا سبحان الله، الفلتريشن في عندنا اكثر من ميكانيزم تعمل لي فلتريشن للاير. شو شوف سبحان الله، يعني تخيل جهاز الفلتره اللي رب العالمين خالقه جواتك، تخيل انه حسب الاشي بيتم الفلتره. كيف يعني؟ يعني لو كان الاشي اللي انت اخذته حجمه اقل من 2 مايكرون، هذا من الريكورد. اوكي، اي شيء لونه نهدي انا كاتبته بمربعات هذا من الريكورد، حلو، او بمربع او انا كاتبته بلون نهدي مكتوب كتابه يعني. المهم اذا كان اقل من 2 مايكرون، مين اللي بيعمل لي فلتريشن له يا جماعه؟ هي الماكروفيج، عشان هيك اسمها داست سيل، بتشيل الداست. حلو، اذا كان حجمه من 2 ل 10 مايكرون، كيف يتم الفلتريشن بتاعه؟ عن طريق الكف ريفلكس. حلو، اذا كان اكثر من 10 مايكرون، مين اللي بيعمل لي فلتريشن؟ الهير اللي موجود في النوز. ماشي يا جماعة اتفقنا؟ طيب تمام التمام. طلق احكي سبحان الله، احكيها بقلب قوي، شوف رب العالمين شو بيسوي. طيب كمان function protection of lung due to presence of، الآن شوفوا عرفنا واحدة اللي هي الماكروفيج، شو حكينا عنها؟ قلنا عنها هي type 3 of cell، هاي موجودة وين؟ في الالفيولاي. وموجود كمان أنا عندي ماكروفيج موجودة وين؟ موجودة في الconductive tract. حلو، هاي أول طريقة. الطريقة الثانية عن طريق التريكيا والبرونكايسيليا. يا جماعة سبحان الله طلعوا معي، هاي إحنا عندي، تخيلوا معي هاي هي التريكيا مثلا. التريكيا يا جماعة من خلاياها في عندها خلايا زي هيك، هاي الخلية عليها شعرات زي هيك، هاي الشعرات اللي طالعة بنسميها سيليا. شو وظيفة السيليا هاي؟ هاي السيليا سبحان الله وظيفتها زي الإسكليتر. شو هي وظيفتها؟ مثلا هاي أنت بتاخد النفس صح؟ لو انت اخذت النفس اخذت معك فورين بودي، حلو، او اخذت معك بكتيريا، هاي السيليا بتحكي هواء فوت معك الامان، بس انت يا فورين بوديز او دبري ارجع لفوق ارجع لفوق ارجع لفوق. فكل وحده من هذول السيليا بتمسك اختها اللي قبليها، يعني زي هيك بتقول لها امسكي اللي قبلي امسكي امسكي. تذكروا اللعبه لما كنا هيك نصف اللعبه مع بعضنا ونصير كل واحد فينا يرمي الكره على اللي جنبه؟ اوكي، هاي هي نفس هيك سبحان الله بتعمل لنا السيليا، فبيسموها سيلياري اسكليتر، يعني سبحان الله بتطلع لفوق بس ما بتنزل، اوكي، بتطلع الدبريز لفوق. ماشي؟ طيب هي سيلياري اسكليتر، هاي السيليا اوكي شوفوا the foreign bodies are brushed upward away from the lung thereby ensuring that air is clean prior to entry the lung، تتأكد انه الهواء نظيف
قبل ما صوتوا للاين، واي شيء غريب بتركبه على الدرج الكهربائي تاعها، بتقول له اطلع لبرا انا ما بدي افوتك لجوا. طيب تمام. شوفي يا جماعه سبحان الله، طب ايش شيء ممكن يدمر لي هاي السيليا؟ السموكينج. السموكينج ممكن تدخل البيشنت في شيء اسمه كارتيجنر سيندروم. كارتيجنر سيندروم بيكون عندهم يا جماعه شيء بنسميه سيلياري. اسمعوا انتوا السنه الجايه رابعه، بدك تعرف هلا سندرومات، بدك تدرس عن السندرومات وتحفظها. الكارتيجنر سيندروم اسمعوا دائما كان يعني ما في راوند كنا نلفه الا نسال عنه، اسمه سيلياري ديسكاينيزيا. شو يعني؟ بصير عندهم يا جماعه مشكله بحركه السيلياري. هذول الكارتيجنر سيندروم الهم تريات، بيكون عندهم ساينس انفرسس. شو يعني؟ شوفوا الهارت نورمالي، الهارت وين موجود؟ على جهه الليفت، هذا الليفت هذا الرايت. شوفوا هم الهارت وين عندهم؟ الهارت موجود على جهه الرايت. شو اسمها؟ اسمها ساينس انفرسس. احنا بدنا نطلع منكم دكاتره يكون فاهم ساينس انفرسس على جهه الليفت معكوس. كمان هذول البيشنت بيكون عندهم مشاكل في كل السيليا اللي موجوده بجسمنا، سواء كانت موجوده بالساينسز. الساينسز يا جماعه هاي هي اللي هي شو اسمها بالعربي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. والله نسيت شو معنى ساينسز بالعربي، والله اني رح اتاكد. استوب، تذكرت الجيوب الانفيه. سبحان الله. اوكي، اي مكان فيه سيليا رح تدمله، هذول البيشنت رح يجونا بساينوسايتس، وشيء بنسميها برونكيكتيسز. برونكيكتيسز معناها توسع للايش؟ للاير واي. اوكي، الاير واي تراكت. اوكي، بصير عندهم. مشان هيك هذول البيشنت بارتيكولر سيندروم اهم شيء نكون عارفينه فيهم، بيكون في عندهم شيء بنسميه ري كارنت انفكشن. ضلهم يجونا من تكسين كل مره، عنده مثلا مره upper respiratory tract infection، مرة lower respiratory tract infection. طيب ليه؟ لأنه ببساطة السيليا مش شغالة، فكل الفورين بوديز هاي بدل ما تطلع لبرا بتفلت لجوا. ماشي يا جماعة؟ طيب الفانكشن الأخيرة اللي هي regulation of body temperature، حكينا جسمنا بيطلع الهواء الهيت سوري عن طريق الإيفابوريشن، عن طريق التأثير. ماشي يا جماعة؟ طيب تمام. إيه تمام. الآن إحنا خلصنا أول جزء من المحاضرة، رح نبلش نحكي عن الجزء الثاني، بس بدي تستنوا علي شوي واجيكم. اوكي، هلا انا وياكم بنرجع لصفوف صغيره لما كنا بنلعب بالصفوف. شو كنا نلعب واحنا صغار؟ كنا نجيب كاسه مي زي هيك صح، ونحط فوقيها دبوسه صغيره او مثلا قطعه قش صغيره نجيبها من ساحه المدرسه ونحطها زي هيك. شوفوا، وكنا هيك نضلنا نضحك ليش هاي القشه طفت على سطح المي وما غاصت لجوا صح؟ وكان هذا الاشي بتحكي لنا عنه المس بالمدرسة، انه هذا الاشي اسمه ايش؟ التوتر السطحي. هذا الاشي شو اسمه؟ اسمه باللغة بالانجليزي اسمه السيرفس تنشن. يا جماعة بس بدي احكي لكم، سبحان الذي خلق فابدع. شوفوا هلا هون كاسة المية فيها جزيئات اللي تحت هاي، اوكي، هاي الجزيئات اللي موجودة في الكاسة من تحت هاي جماعة جزيئات، هي جزيئات مستقرة. ليه هاي الجزيئات مستقرة؟ لأنه عليها ضغط من كل الجهات، مسحوبة من كل الجهات، فهي مستقرة فخلص ثابتة، يعني عارفة مكانها بالضبط. تمام؟ شوفوا إذا كل هاي عبارة عن إيش؟ مستقرة. ولكن الجزيئات اللي موجودة على السطح، أوكي، هاي الجزيئات الموجودة على السطح هي مسحوبة من الأسفل، أوكي، ومن الأطراف، ولكن من الأعلى مش ما من الأعلى مش مسحوبة. فمشان هيك هاي الجزيئات اللي موجودة على السطح هي جزيئات غير مستقرة. هاي الجزيئات بما إنها غير مستقرة بتصير تحاول قدر الإمكان تقرب من بعضها مشان تلزق في بعضها، يعني بتحكي خلص أنا لحالي مش مستقرة، بس إذا أنا مسكت بجارتي بصير مستقرة. فبتصير هاي الجزيئات، سبحان الله، اللي مو تخيلوا معي هاي الشغلة، الجزيئات الموجودة هنا زي هيك بتصير تتجاذب 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 حتى تصير ماسكة بعضها. هسه عملية التجاذب هاي هي العملية اللي رح تعمل إلي كومبريشنز للإشي اللي بدها، يعني زي أو ريكويل للإشي اللي هي بتعمله. أوكي، هذا هو يا جماعة السيرفس تنشن. طيب ماشي يا جماعة. طيب إذا السبب الأساسي تاعت السيرفس تنشن المواجهة بين جزيئات المياه والإير. طيب ماشي. طيب لو قلت لك أنا بدي إياك تختار مادة من المواد الموجودة في البيت تفصل لي بين الاير والووتر، شو رح تختار؟ انت لا اراديا، انا متاكده انه اغلبكم رح يحكي لي دكتوره حطي ليبيد. خلينا نحط دكتوره نقطه زيت. اذا حطيت نقطه زيت شو رح يصير؟ الزيت رح يفصل بين الووتر والاير صح؟
شوفي سبحان الله، زي ما احنا عارفين انا مباشره واحنا صغار كنا نحط نقطه الزيت، صح؟ طيب نقطه الزيت شو كانت وظيفتها؟ كانت هيك زي هيك، بتجي نقطه الزيت بتتكلكع زي هيك في المي، ماشي، وتضلها ماسكه بعضها زي هيك. بس بهاي الحاله خلص، اذا في شيء انت كان طافي على السطح رح ينزل لتحت، لانه انت هيك كسرت السيرفس تنشن اللي موجود. طيب هاي الكلكيعه تاعت الزيت شو كنا نعمل بعديها؟ كنت انا اجيب ملعقه زي هيك واقعد احوس فيها مشان اوزعها، تمام؟ اوكي، سبحان الله، يعني هذا الشيء اللي رب العالمين حطه في اللنج، حط فيها شيء اسمه الاستيك ريكويل. يا جماعه اللنج، هلا رح افهمكم شو دخل الكلام اللي حكيناه في المقدمه هون. شوفوا احنا سبحان الله، عندي انا هاي اللنج، اللنج يا جماعه زي كانها بالون. هسا انت تخيل جيب بالون عادي وانفخه، تنفخه بتعطيه بريشر بينتفخ، وبعدين شو رح يصير له بس تتركه فاتح؟ ثواني، سوري على الانقطاع بس اجاني تليفون. المهم ما علينا، يلا هلا يا جماعه حكينا احنا نورمالي. انا تخيل انت بالون، شوف يعني دائما 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 اربط اللنج في البالون، جيب بالون بتنفخه، صح؟ طيب عمليه التسكير تاعت البالون شو؟ البالون رح يسكر لحاله، ماشي؟ فدائما اللنج فيها هاي الخاصيه، فيها الاستيك ريكول انها تسكر، حلو؟ طيب ايش سبب الالاستيك ريكول هاي اللي عند اللنج؟ اول حاجه بسبب واحد الالاستيك فايبر، الاستيك فايبر اوف لانج، فيها عباره عن الفايبر سايكل الاستيك، هي لحالها بتسكر حالها، ولكن هاي بتساهم بنسبه قديش؟ بنسبه 30%، اتفقنا؟ ماشي. اما النسبه الثانيه بتعود ل ايش؟ السيرفس تنشن، اوكي؟ سبحان الذي خلق فعبده. اللانج في جواته يا جماعه سيرفس تنشن، اوكي؟ هذا السيرفس تنشن بيساهم بنسبه 70% من الريكويل اللي فيها، تمام؟ ماشي. فحرفيا حرفيا اللونج، ماشي، الالفيولاي زي ما احنا عارفين فيها طبقه من الووتر. ممكن حدا يحكي لي دكتوره انت بتحكي، مش انت قلتي لنا انه الالفيولاي فيها اير؟ قلت لك اه. طيب دكتوره ايش الووتر اللي بتحكي فيها؟ يا جماعه سبحان الذي خلق فابدع، مش انا قلت لكم هاي الالفيولاي هي زي كانها مغموسه في الدم؟ ففي بصير عندي جزء من الفلويد موجود بهاي المنطقه، هاي الفلويد اللي بتكون موجودة هي عبارة عن طبقة راح تفصل لي ما بين الاير وايش؟ والبلد، ماشي؟ فالفلويد اشي مهم يكون موجود. هسا هذا الفلويد له وظائف، من اهمها موضوع السيرفس تنشن. هذا السيرفس تنشن اللي بخلي اللنج ايش؟ تسكر بس تنتهي عملية الانسبيريشن وتبلش عملية الاكسبيريشن. ولكن هل هذا التنشن، السيرفس تنشن، هو 100% شغال وفي النهاية اللنج في نهاية الاكسبيريشن ترجع زي هيك بتسكر تماما؟ لا. السيرفس تنشن يا جماعة حطينا لها ليبيد، حطيت لها اشي بحيث انه يفصل للاير عن البلد لتحت. ايش هو هذا؟ ركبت لها يا حلوين اشي اسمه السيرفاكتانت. اذا انا الان عارفه معلومتين، اول معلومه السيرفاكتانت من وين بيطلع؟ قلنا هو بيطلع من تايب 2 سيل، صح؟ هاي اول معلومه عرفتها. الشغله الثانيه عرفت انه ليبيد. طيب السيرفاكتانت شو هو؟ شوفوا معي، انا بحب ارسمه زي هيك صراحه، دائما بحب اتخيل السيرفاكتانت زي المسمار اللي بده يثبت هاي المنطقه، مش هاي هي عباره انه بدها تنكمش كلها، بدها تنكمش وخلص والسيرفس تنشن يشتغل شغله. انا دائما سبحان الله، سبحان الذي خلق فابدع، رب العالمين يا جماعه حط السيرفاكتنت بهاي الطريقه، حطها بين الجزيئات الميه بحيث انه تمنع الالتصاق بين جزيئات الميه، مش كانت كل جزيئه ميه بدها الثانيه، فخلص انا ثبتتهم بالمسامير هاي. سبحان الله، السيرفاكتنت يا جماعه له تو هيدز، الهيد اللي موجوده بمقابله الاير شو اسمها؟ اول شيء قبل ما نحكي عن الهيد، السيرفاكتنت حكينا انها ليبيد، ايش نوع الليبيد اللي جواتها؟ فيها يا جماعه شيء بنسميه فوسفوليبيد، اوكي؟ اذا هي فيها ايش؟ فوسفوليبيد، ماشي؟ طيب الفوسفوليبيد له تو هيد، الفوسفوليبيد له تو هيد، ايش هم؟ الهيد اللي مقابل الاير بسميه هايدروفوبيك، اوكي؟ الكاره للماء. والهيد هذا المسمار اللي لجوا اللي انا غمسته جوا المي شو اسمه؟ اسمه هايدروفيلك، يعني بحب المي، اوكي يا جماعه؟ طيب تمام تمام هذا اللي بد. اذا هاي انا طبقت الموضوع، جيت فصلت الاير عن الووتر بالليبت، هي حطيت الليبت. طب انا بدي ملعقه، بدي اشي احوسه، صح؟ رب العالمين كمان سبحان الذي خلق فابدع، شايفين عمليه السبريدنج هاي والترتيب تاعها خلى عليها مشرفين يعملوا لنا اياهم.
ايش هما؟ اللي هو اللايبوبروتين، هاي اول واحد، والشيء الثاني الكالسيوم. يعني من ضمن السيرفاكتنت، مكونات السيرفاكتنت اللي هو الفوسفوليبيد، اللي هو عباره عن هيدروفيليك وهيدروفوبيك هيدز له، وله فيه كمان السيرفاكتنت لايبوبروتين وفيه كالسيوم، وظيفتهم انهم يعملوا سبريدنج للسيرفاكتنت على السطح، فبالتالي السيرفس تنشن اللي موجود في اللنج ما يخلي لي اللنج يصير لها كومبليت كولابس، لا، يخلي فيها إلاستيك ريكويل، ولكن بالنسبة المعقولة. ماشي جماعة؟ طيب تمام التمام، يلا بسم الله. الإلاستيك ريكويل أوف لانج، إذا اللانج يا جماعة قلنا هي زي البالون، البالون إحنا بننفخه زي هيك. شوفوا، خلينا نعرف في هاي المعلومات من الآن ونبصمها. النفخ هو فكرة الانسبيريشن، أنا باخذ نفس، هذا هو الانسبيريشن. حلو؟ الانسبيريشن شوف، انت اخذت فيه طاقه صح، فهو يعتبر اكتيف بروسس لانه انت بذلت فيه جهد، نفخت وشغلت عضلاتك اند سو اون. بينما الاكسبيريشن شوفوا الاكسبيريشن كيف البالون فش، البالون بفش لحاله، اذا هو باسيف بروسس، راح يتحرك لحاله. ماشي يا جماعه؟ طيب ايش اللي خلى البالون يفش وما يسكر نهائيا؟ هذول الشغلات. اول شيء الالاستيك فايبرز اوف ذا لانج اللي هي مسؤوله عن 30%، والشغله الثانيه اللي هي سيرفس تنشن اوف ذا فلويد ان لايننج الالفيولاي واللي هي المسؤوله عن 70%. شوفي يا جماعه، الخلايا اللي تحت هي خلايا مستقره لانه الها من كل الجهات مضغوطه، بينما الخلايا اللي على السطح هي خلايا لا مش مستقره، بتحاول قدر الامكان انها تقرب من بعضها، فبس تقرب من بعضها بتصير عندي شغله الريكويل. هلا شو اللي بصير الان؟ هلا هذول الخلايا بدنا نحط لهم ايش؟ بدي احط لهم سيرفاكتنت. ايش هو السيرفاكتنت؟ كلمه سيرفاكتنت هي اختصار لكلمه سيرف surface active agent، يعني surface active agent secreted by type 2 cell. مسرنا هاي المعلومة، شو وظيفتها؟ تقلل the surface tension of a fluid lining the alveoli and antagonist the lung collapse. إذا شوفوا، إذا هي راح تمنع antagonist، يعني ضد إنه يصير في عندي أنا كولابس، إنه تنكمش اللنج نهائيا على حالها. تمام ماشي، يلا شو الفانكشن تاعتها؟ اول شيء بريفنت الالفيولاي كولابس، هاي اتفقنا عليها. طيب تمام، الان يا جماعه في لها فانكشن ثانيه. طيب ممكن حد يحكي لي، طب دكتوره يعني سوري يعني بس خليها تنكمش، شو بصير في الاردن؟ يعني شو بده يصير في العالم والله انه لو انكمشت الالفيولاي؟ ما هي بترجع تنفتح. بس شوف، انا بدي اقنعك وبدي اخليك تطلع من الموضوع مقتنع. انا اعطيتك بالون واعطيتك بالون ثاني، ماشي؟ طيب وقلت لك يلا انفخ لي هذا. اول بالون بتنفخه بتحس فيه صعوبه صح؟ مش يعني بتحس انك بتبذل له جهد زياده. المهم نفخته، حلو؟ طيب بعد جهد، يعني اعطيته جهده فخلص نفخته في النهايه، خلص هيو انتفخ وفشيته، اتفقنا؟ ماشي. وجيت قلت لك اعطيك بالون جديد من الاساس ولا تنفخ لي اللي نفخته قبل شويه؟ رح تقول لي الدكتوره ان شاء الله خلص انا تعبت بالاول، اعطيني اللي قبل لانه خلص هسه نفخه رح يصير سهل. هذا هو الهدف من السيرفاكتنت، انه يخلي اللنج صار لها كولابس، مش بس مش كولابس على الاخر، عشان لما ارجع افتحها بالانسبيريشن اللي جاي تكون سهله علي. فها شوفوا، اذا ديكريز ذا ماسكولار ورك اوف بريثنج اند انكريز ذا بلمونري كومبلينس. هلا رح نحكي عن الكومبلينس، الكومبلينس معناها الطواعيه او القابليه للتمدد، اوكي؟ القابليه للتمدد. انا بدي اقلل الجهد العضلي وبدي ازيد الكومبلينس اوف بالمونري، سو ريديوسينج ذا اف نيدد تو اكسباند ذا لانك. اذا انا راح اقلل الجهد اللي راح احتاجه اني انا اوسع فيه اللانك. هاي المشكله لو صار في عندي انا اي مشكله بهاي الشغله وصار في عندي زياده في الماسكولار وورك واني صرت احتاج عضلات زياده مشان اتنفس، هذا الشيء بنسميه احنا ديسنيا، ديسنيا البي سايلنت ديسنيا، اوكي؟ معناها صعوبه التنفس، هاي معناها صعوبة التنفس. غالبا بيكون في عندي الالفيولاي صار لها كومبليت كولابس نتيجة أمراض معينة. ماشي يا جماعة؟ يلا، السيرفاكتنت من إيش بتتكون؟ إحنا مسترنا الموضوع، هي فيها فوسفوليبيد اللي هو تقريبا 77%، عبارة عن دايب نموثيل فوسفاتيديل كولين اند جليسرين. المهم، وفي عندنا الشغلتين اللي هم اللايبوبروتين والكالسيوم. طيب شوف الميكانيزم اوف اكشن، يلا الفوسفوليبيد شو فكرته؟ ما له هذا الفوسفوليبيد، له تو بارت، له هايدروفيليك هيد اللي هو باتجاه الفلويد، ارسم كاستك الميه وثبت مسمارك فيها يعني عليكم، والهايدروفوبيك تيل اللي هي ايش؟ توارد الاير يعني عليكم. It انتر ديجيتيت بتوين ذا ووتر موليكيول اند بريفنت اتراكتيف فورس بتوين ذيم. شايفين يا جماعه؟ اذا هي بتيجي هون
بتفوتهم، تمنع الاتراكتيف اللي هي قوه شو اسمها اتراكتيف في العربي، قوه الجذب بين المولكيولز، فبالتالي بتثبتها، فبالتالي بتقل عندي السيرفس تنشن. حلو يا عيني عليكم. طيب الكالسيوم واللايبوبروتين شو دورهم؟ دورهم رابيد اند بيتر سبريد اوف سيرفاكتنت اوفر ذا فلويد سيرفس. شوفوا هون، هاي دروب اوف ووتر، دروب اوف ووتر، بدهم يعملوا اتراكتيف، بدهم يجربوا من بعض صح؟ فبيجي انا بركب مسماري بينهم، اوكي، اللي هو له هايدروفيليك وهايدروفوبيك تيب. ماشي يا جماعه؟ طيب هلا في بعض الاشخاص بتكون عندهم مع الاسف يعني سيرفاكت ديفيشنسي. سيرفاكت ديفيشنسي متى بتكون؟ بتكون عند شغلتين. هذا حكى الدكتور مهم مهم مهم، اكتبوا مهم قد ما بدك اكتبوا مره. شوفي يا جماعه، سيرفاكت ديفيشنسي بنسميه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. ريسبيراتوري لانه عندي مشكله في النفس، ديستريس لانه بكون في عنده مشكله في اخذ النفس، بكون في عنده صعوبه في النفس. ماشي؟ بتصير عند شغلتين. البريماتشور بيبيز شو بصير عندهم؟ البريماتشور بيبيز يا جماعه هم الاطفال اللي بنولدوا قبل ميعادهم. هلا قبل الميعاد بيكون لسه الجلوكورتيكويد ما تصنع بشكل كافي عند الاطفال، تمام؟ هلا بما انه ما تصنع بشكل كافي عند الاطفال، الكورتيزون له دور جدا مهم بعمليه اللونج ماتوريتي. حلو؟ شوفوا، اذا انا بدي كورتيزون، الكورتيزون بدي اياه مشان اللونج ماتوريتي، اوكي؟ اللونج ماتوريتي بس تصير ماتور بتصير تفرز لي سيرفاكتنت. شايفين الطريق كيف؟ ما عندي كورتيزون، اللونج ما صارت ماتوريتي، فبالتالي ما في عندي سيرفاكتنت. فهذا ايش وين بصير؟ هاي ها الله يرضى عليكم، بري ماتور بيبي. حلو؟ طيب في عندي حاله ثانيه، طبعا هذا اسمه ريسبيرس سندروم، رح تصير تسمعوه كثير، اسمه ار دي اس. هذا محاضره كامله في الاطفال، اقسم بالله الدكتور شرحها يمكن بساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات، يعني اخذت زي هيك وقت. احنا بناخذها الان بس بتفاصيلها البسيطه، تمام؟ بالاطفال بتاخذهم بتفاصيل اكثر. طيب الشغله الثانيه، اذا كان فينا بيبيز وذ دايبتيك ماذر، شوفوا يا جماعه، الحمل هو فرصه اكثر انه يعرض الام بس للحمل، للسكري. حلو هاي، للحمل للسكري. دائما بتسمعوا تحكي لك واحده من جاراتكم والله انا عندي سكري حمل. المهم ما علينا، شو اللي بصير بالسكري الحمل يا جماعه؟ الان الستات بس يصير في عندها سكري، معنى سكري انهم دخلوا بحاله من الهايبر جلايسيميا. شو يعني هايبر جلايسيميا؟ يعني صار الجلوكوز في دمهم عالي، تمام؟ هسه نورمال جسمنا بس يرتفع فيه الجلوكوز، شو بيرفع لنا؟ بيرفع لنا الانسولين مشان يغطي موضوع الهايبر جلايسيميا اللي صارت. طيب هذول الستات عندهم مشكله بالانسولين، الانسولين تاعهم ما بيطلع، فبيدخل بحاله من الهايبر جلايسيميا. هسه الجلوكوز عنده القدره انه يخترق البلاسنتا. دكتوره ايش هي البلاسنتا؟ البلاسنتا هي المشيمه، اوكي؟ هسه البيبي سبحان الله، هي نرسم هاي الام، ماشي؟ هاي بطنها زي هيك، وهنا البيبي، شوف ما اسكال البيبي، لطيف، اكبر من امه ما شاء الله. نقطه الاتصال بين البيبي وامه هي البلاسنتا، اوكي؟ بس السكر لما يكون عالي في دم الام راح ينتقل للبوبو، تمام؟ ماشي. الان بس انتقل للبيبي هذا السكر، شوفوا الان الطفل كمان راح يصير في عنده هايبر جلايسيميا، يعني مش بس امه، هو كمان راح يصير في عنده هايبر جلايسيميا. اتفقنا يا جماعه؟ طيب هسه الهايبر جلايسيميا عند الطفل، راح البيبي الانسولين عنده تمام، فراح يرتفع عنده الانسولين. ماشي؟ الانسولين شو وظيفته؟ بس هايبر انسولين بمنع، لما يرتفع الانسولين كثير بمنع السيرفاكتنت انه يتكون. اوكي يا جماعه، هون شو بحكي لنا؟ يلا those baby would subjected to have a fetal hyperinsulinemia which suppress the surfactant formation. ف baby with infant of diabetic mother عندهم ايش؟ hyperinsulinemia. so the surface tension is abnormally high, the working of breathing is markedly increased, alveoli are collapsed and death may occur. اوكي يا جماعه، اذا بده قوه اكثر حتى يفتح هاي الالفيولاي. اتفقنا؟ تمام 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 ثواني بس. اوكي هلا اجينا عند الموضوع المهم، موضوع الميكانيزم اوف نورمال بريثنج. يا جماعه احنا سبحان الله ناخذ انسبيريشن اكسبيريشن، بنطلع الهواء لبرا صح؟ طيب تمام، هذا النورمال، هذا النورمال بريثنج، شكرا. طيب خلينا نحكي شويه عن تفاصيل النورمال بريثنج. اسمعوا، راح احكي الان قواعد، هاي القواعد بدك تفهمها وتبصمها مني، لانه اذا بصمتها خلص مسترت الموضوع وكل الجاي رح يكون سهل، كل اللي جاي رح يكون بسيط، مش في إشي رح يكون. شوفي يا جماعة، بدي أرجعكم شوي للمدرسة وأحكي لكم عن قانون اسمه قانون الكومبلينس، أو قانون اللي هو حكينا إيش الكومبلينس، هي الطواعية أو قابلية التمدد. أوكي؟ طيب الكومبلينس شو كانت؟ وإحنا في الصف رابع وخامس بيحكوا لنا المسات، كانت تحكي لنا إن هي عبارة عن الفرق في الفوليوم على الفرق في البريشر. ماشي؟ طيب بالقواعد اللي بنعرفها، كل ما زاد الفوليوم معناها زادت الكومبلينس وبالتالي قلت البريشر.
نكتب، يلا نكتب، اكتب بالعربي. كل ما زاد الفوليوم، كل ما زاد الحجم راح يقل. فيها علم يعني، هاي والله معلومة عادي، بزيد الفوليوم بقل البريشر. حلو، طيب ماشي، هاي اول معلومة نعرفها. طبعا هاي كل ما زاد البريشر قل الضغط، هاي عبارة عن لو، اذا بتعرفوا او بتتذكروا اسمي بولي لو، اتفقنا؟ بوليز لو. طيب هذا اسمه، عشان لو شفتوا هاي الكلمة ما تحسهاش غريبة على حالك، هي كل ما زاد الفوليوم بقل البريشر. طيب النقطة الثانية المهم نحكي عنها، انه يا جماعة الهواء ينتقل من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض. إذن الهواء رح ينتقل أي مكان فيه ضغط عالي، رح يطلع منه ويروح للمكان اللي فيه ضغط أقل. فيها مشكلة هاي المعلومة يا جماعة؟ طيب لا، إن شاء الله إنه لا يعني. طيب نجي الآن على التشست تاعنا، رح أكتب هون تفاصيل الانسبيريشن، هون رح أحكي عنها إيش، عن الاكسبيريشن. ماشي يا جماعة؟ طيب اوكي يلا شوفوا، انا هون راسمه، في عندي انا هذا اللي لونه اصفر، هذا التشست وول، بعدين في عندي اللانج، اوكي، وعندي هون الخط اللي تحت، هذا هو الديافرام. ماشي، طيب شوفوا يا جماعه، بنبدا احنا بالانسبيريشن. انا وياكم اتفقنا صح، قلنا الانسبيريشن هي اكتف، بدها جهد، بينما الاكسبيريشن اتس باسيف، ما بدها شيء، الاكسبيريشن بصير لحاله، وقلنا اللانج هي بالون، الاكسبيريشن بده جهد ما بده جهد. اكتف شو يعني اكتف؟ اكتف يعني بدي استخدم فيها عضلات، باسيف ما بستخدم فيها عضلات، هي لحالها بتصير. اوكي طيب شوفوا يا جماعه، بسم الله، احنا يا جماعه سبحان الذي خلق فابدع، اول شيء من الاجزاء اللي بصير لها حركات في الانسبيريشن التشست وول، اوكي التشست وول. انا الان عندي بالعضلات، في عندي عضلات رح تحرك لي الانسبيريشن. ماشي اوكي، طيب يا جماعه شوف، سبحان الذي خلق فابدع، لما نعمل انسبيريشن راح يزيد عندي التشست وول بالثري دايمنشنال. هلا شوفوا هون، تعالوا معي، يلا يلا نركز مع بعضنا. احنا جسمنا، تخيلوا معي انه هذا هو جسمنا اللي هو المكعب هذا، اوكي طيب شوفوا سبحان الله، احنا في عندنا الفيرتيكال بورشن من جسمنا صح، بعدين في عندي ترانسفيرس بورشن، وفي عندي انتيريور بوستيريور. اوكي طيب لما يصير في عندي انا انسبيريشن، كل هاي الابعاد رح تتغير، كلياتها رح تزيد. الان بدي نفهم كل مسلز من التشست وول مسلز كيف رح تاثر على التشست وول. ماشي، رح نبدا مع عضله الحياه اللي هي عضله ايش؟ عضله الديافرام. شايفين الديافرام كيف نازل هون؟ الديافرام فيها جي سايلنت الديافرام. طيب الديافرام يا جماعه سبحان الله نورمالي هو عباره عن دوم شيب، لما بناخذ احنا ديب انسبيريشن شو راح يتحرك؟ راح يتحرك على 3 دايمنشن تاعنا فيرتيكال، راح ينزل لتحت. شوفوا على الصوره هون، هاي صوره انسبيريشن، طبعا ما تعلقوا على اسمي ديروا بالكم، وهنا صوره اكسبيريشن. شوفوا سبحان الله لما اخذنا انسبيريشن، شوف اللانك كيف كبرت، يعني تخيل انه هذا هو المستطيل بالفيرتيكال، تخيلوا انها هي اصلا لهان، اوكي هي بالفيرتيكال نزلت لتحت. ماشي، فحركة الديافرام وين حرك لي اللانج يا جماعة؟ حرك لي اللانج بالفيرتيكال مانر. ماشي طيب، هاي أي أول مسلز معانا من عضلات الانسبيريشن، ونركز على كلمة بدي أحكيها الآن، النورمال انسبيريشن، يعني الانسبيريشن العادي، مش دايما بنحكي إحنا ربي اشرح لي صدري، هاي هي إنه الحمد لله هوا فينا بفوت وبيطلع من دون ما ناخذ فيها أي جهد. حلو، اذا الان احنا بالنورمال انسبيريشن اللي انا وياك حاليا بنسويه، انا في عند العضله الديافرام هي اكبر عضله اللي راح تحرك لي التشست باتجاه الفيرتيكال. ماشي، هاي اول عضله. طيب مين العضله الثانيه؟ العضله الثانيه يا جماعه هي الاكسترنال انتركوستيال ماسلز، الانترنال سوري الاكسترنال، نركز ها، شوفوا هذا سؤال ام سي كيو، يعني هذا والله العظيم حرام تضيعوه. الاكسترنال انتركوستال ماسلز راح تعمل لي شغلتين، اول حاجه راح تعمل لنا اياها، ويت خلينا ننزل هذا لتحت شوي، اوكي اول حاجه يا جماعه الاكسترنال انتركوستال ماسل راح تعمل لي اليفيشن اوف ريب، وراح تعمل لي شغله ثانيه اسمها ايفيرجن اوف ريب. حتى كمان بحب شغله احكي لكم اياها، الديافرام وظيفته انه يعمل لي ديسنت، احفظوها الدي مع الدي،
descent بالvertical manner، بينما ال external intercostal muscles رح تعمل لي elevation of the rib ورح تعمل لي eversion of the rib. طيب كل واحدة من هدول رح تعمل شيء. شوف يا جماعة، ال elevation of rib رح تزيد عندي إيش تتوقعوا؟ ال transverse diameter ولا ال anterior posterior diameter؟ ال elevation of rib يا جماعة رح يزيد لي ال transverse diameter، بينما عملية الإيفيرجن رح تزيد لي الأنتيريور بوستيريور ديامتر. بعرف بعرف ما فهمتوا، هلا رح أفهمكم الموضوع. شوفوا والله صراحة أنا شفت أختي جاية من المدرسة، قلت لها تعال أمثل عليكي. شوفي يا جماعة، زي ما أنتم شايفين أنا بدي تتخيلوا معي إنه هاي هي أديها من قدام هاي الريبس، طبعا هي أختي كشافة يعني، أوكي الشماغ لورا هذا هو الستيرنم من ورا، وتخيلوا إنه اللونج زي كأن أختي حاضنيتها. أوكي طيب تمام، هلا شوفوا نورمالي هذا اللي راح أشر عليه الآن. شوفوا هلأ، ويت خلينا نرجعها شوي. يلا شوفوا الإشي اللي راح أشر عليه، هذا اللي أنا بأشر عليه هذا الأنتيريور بوستيريور ديامتر، ماشي؟ طيب شوفوا شوفوا الترانسفيرس، هذا هو الترانسفيرس ديامتر. حلو طيب شوفوا الآن شو راح أعمل أنا، راح أخليها أول حركة تخلي الانترنال انتركوستال مصل تتحرك، وبعدين راح اخليها الاكسترنال انتر ماسل انتر كوستال ماسل تتحرك. شوف الانترنال شو بتعمل، الانترنال يا جماعه لما بتتحرك بتنزله لتحت. يلا يا حور، اوكي شوفوا، ها شفتوا الانترنال شو عملت، قللت لي الترانسفيرس دايامتر. انا ما بدي يخل، انا بدي يزيد، فمشان هيك الاكسترنال انتر كوستال هي اللي بتعمل لي انسبيراتوري فانكشن مش الانترنال. هلا راح احكي لكم انه الانترنال شغلتها تعمل لي فورست اكسبايريشن لانها بتضيق المكان زي ما احنا زي ما انتم شايفين هلا، بينما شوفوا هلا شوفوا الشغل تاعت الانترنال الاكسترنال، ها الاكسترنال انتركوستال لما عملت لي اليفيشن بس، ها اليفيشن للرب، شوف شو عملت، زودت الي الترانسفيرس انتركوستال الترانسفيرس ديامتر. شوفوا كيف زاد الترانسفيرس ديامتر، هاي شوفوا شوفوا انا كيف باشر، بحكي لكم ان الترانسفيرس هو اللي زاد. مين اللي زاد لي اياه؟ زاد لي اياه الاليفيشن اوف ريب. بينما شوفوا لما اعمل ايفيرجن، هلا شوفوا الان رح أفرجيكم كيف لما اعمل ايفيرجن، شوف سبحان الذي خلق فابدع. اوكي شوفوا هلا لما عملت ايفيرجن، ها رح الف ايدها. ايفيرجن شو يعني ايفيرجن؟ ايفيرجن معناها اني الفها لقدام، هذا معنى ايفيرجن، اني اخلي الرب يطلع لقدام. شوفوا لما حركت الايفيرجن ايش اللي صار؟ زاد عندي الانتيريور بوستيريور دايامتر. اوكي طيب رح ارجع واخليكم تسمعوا انا شو كنت حاكيه. اوكي هذا هو الانتيريور بوستيريور دايامتر، وهنا عندي انا الترانسفيرس دايامتر. هلا في عندي انا تو ماسلز بتهموني، الانتركوستال ماسلز انترنال واكسترنال. الانترنال شو وظيفتها؟ لما بعمل زي هيك شوف التشست كيف بصير فيه، شفتوا بصغر طيب حجم، ولما برشدها زي هيك هاي الاكسترنال، شوفوا كيف وسع. مين اللي وسع بهاي الحاله؟ وسع عندي انا الترانسفيرس. هاي في حالة الإليفيشن. ارجعي حول هيك، شوفوا شوفوا لما وسعت هيك انا زودت الترانسفيرس. حلو، هاي اول حركه اللي هي حركه الاليفيشن تبعت الريب. اوكي طيب الان انا بس اعمل افيرجن، افيرجن معناها اني انا اقلب الريبس لبرا. شوفوا لما اقلب لبرا شو بده يصير، يعني عليكم مين اللي بده يتوسع؟ بده يتوسع الانتيريور بوستيريور دايامتر. اوكي يا جماعه طيب ماشي، اذا هذول هم المسلز اللي احنا نستخدمهم في حاله شو؟ في حاله النورمال ريسبيريشن. اوكي يا جماعه اتفقنا على هاي الشغله. طيب الان هل في عندي اي عمليات بالنسبه للاكسبيريشن؟ شوفوا هلا بالنسبه للاكسبيريشن التشست وول كمان شو راح يصير؟ راح يضيق بال 3 دايمنشنال، ولكن باسيفلي بعمليه ايش؟ بعمليه الريلاكسيشن بتاعت الديافرام والريلاكسيشن بتاعت الاكسترنال انتركوستال ماسلز، هي اللي راح تعمل لي ايش حكينا؟ ديكريز في التشست وول ماسلز. ماشي يا جماعه، هاي اول شغله عرفناها. طيب اوكي انا راح اكمل معكم بس في حاله الفورست اكسبيريشن. في حاله الفورست انسبيريشن سوري هات الفورس انسبيريشن بدي كمان عضلات زياده تتحرك، رح نسميهم ب3 سي، رح نحكي عنهم عن السترينوماستويد سترينوكاليس وستينوساريفس. اوكي رح نفرجيكم اياهم هلا ان شاء الله بالسلايد. بالنسبه للاكسبيريشن العضلات ما بتتحرك الا بحاله الفورست اكسبيريشن، اذا انا بدي اتنفس بنفس قوي 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 رح احرك العضلات. مين هم؟ سهلين، الابدومينال مصل هاي عضلات بلس العضله اللي حكينا عنها اللي هي الانترنال ايش؟ انتركوستال ماسلز.
اتفقنا يا جماعة؟ طيب ماشي، هيك أنا يا جماعة بكون خلصت أهم العضلات اللي لازم تتحرك بعمليات الانسبيريشن وعمليات الاكسبيريشن. اللانج الها دور، اللانج يا جماعه رح يصير الها، ها شوفوا رح تبلش تتحرك لبرا في حاله الانسبيريشن، في حاله الاكسبيريشن رح تنكمش لجوا. هلا بحاله الانسبيريشن يا جماعه شو اللي رح يصير الها؟ رح يصير الها ديس تنشن. هاي كلمه مهمه رح احكي لكم اياها هلا. طيب شوف انا شو عملت الان؟ انا اخذت نفس صح؟ لما اخذت نفس شو عملت؟ شو عملت بالفوليوم هنا؟ انا عملت الفوليوم زودته، هاي شوفوا الفوليوم هنا زاد. قارن الفوليوم اللي هان مع الفوليوم اللي هان، الفوليوم هنا زاد. شو قلنا؟ قلنا بس يزيد الفوليوم معناها البريشر رح يقل. الان احنا يا جماعه في عالم الار اس نتعامل مع الارقام صفر بلس 1 وماينس 1، ماشي؟ الصفر هي تساوي 760، هي الضغط اللي موجود بالاتموسفير، بس احنا ما بنحط 760 بنحطها صفر، اسهل للتعامل. فاحنا في الهواء الجو ما انه الاتموسفيريك بريشر، فالجو برا قديش؟ صفر، جرعته صفر. طيب انا الان بالانسبيريشن ماشي، هسه شوفوا بحاله الكوايت انت لا بتعمل انسبيريشن ولا اكسبيريشن، يعني انت ماسك نفسك. بهاي الحاله قديش بيكون البريشر اللي موجود جوا اللنج؟ بيكون صفر. اتفقنا؟ ماشي. ولكن انت الان عملت انسبيريشن، انسبيريشن شو يعني؟ يعني زودت الفوليوم، شو صار في البريشر؟ البريشر قل. مع انه البريشر قل رح يصير عندي واحد ماينس 1 ماشي. آه دكتورة دكتورة لقطناها لقطناها، يا رب تكونوا لقطتوها يا رب يا رب، اللي هي الهواء بينتقل من الضغط العالي للضغط المنخفض، مين الأعلى صفر ولا واحد؟ يا عيني عليكم في الهواء، شوفوا أهلا وسهلا أجل الهواء. فهذا هو تفسير ليش إحنا بالإنسبيريشن سبحان الله بصير في عندي أنا إير إن صار عندي ماينس 1. هذا البريشر أنا بسميه إنترا بالمونري او انترا الليفيولر بريشر. طيب نجي هون عكسها، انا الان عند ايش؟ عند صار عندي اكسبيريشن. طيب اكسبيريشن شو صار بالفوليوم؟ قل الفوليوم. طيب اذا قل الفوليوم شو رح يصير عندي في البريشر؟ يا عيني عليكم رح يزيد البريشر، هنا رح يصير البريشر بلس 1. الان قلنا الهواء يتحرك مع حركه من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، من الضغط الاعلى بلس 1 ولا صفر؟ يا سلام عليكم، فراح ينتقل الهواء، شو راح يحكي لي هون؟ راح يحكي لي اير اوت ونقطه وانتهى النقاش بهذا الموضوع. اي هوب اي هوب اي هوب انه الموضوع يكون يعني وصلكم بالطريقه اللي انا بتمنى انها تكون وصلتكم. اوكي؟ سو يا جماعه احنا الان بنمثل موضوعين قاعدين، ما تخاف ان الموضوع طويل، هلا رح افرجيكم. طيب سو نرجع نحكي بتفاصيل اكثر عن الكومبلاينس، لا اله الا الله، الكومبلاينس اوف ذا لانج. ويت يلا هسه حكينا الكومبلاينس اوف ذا لانج ايش هي؟ قلنا هي التمدد صح، قابليتها على التمدد، وقلنا الكومبلاينس بتساوي دلتا الفوليوم على دلتا البريشر، ماشي يا جماعه؟ طيب هسه انا شوفوا هون شو كاتب دلتا صح؟ دلتا يعني انا في عندي فرق، هذا فرق البريشر شيء اسمه ديستندنج بريشر. والله الاسم صعب، لا 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 انا ما عنديش شيء صعب، شوفوا شو حكيت لكم هنا، قلت لكم انه اللانج بصير فيها ديستنشن. اه دكتوره والبريشر فرق الضغط اسمه ديستندنج بريشر، يعني باختصار الضغط اللازم للتمدد، الضغط اللازم للديستنشن. دكتوره يعني سهلي لنا الموضوع، يعني احنا لسه صغار، هاي اول محاضره. حاضر ماشي. شوفي يا جماعه هذا البالونه ماشي، طيب لو قلت لك انفخ البالونه بس انا بدي امسك البالونه واضل ضاغط عليها ماشي. طيب ممكن حدا يحكي لي هل البالونه رح تنتفخ ولا لا؟ اكيد لا، لانه اذا انا ضاغطه لا وانا ضاغطه بكل قوتي وانت قاعد بتنفخ بس انت مش قادر تو اوفر كم الضغط اللي انا بعمله، هذا البالوني ما رح تنتفخ، صح ولا انا غلطانه؟ طيب اذا مشان هيك بدي نوصل لقاعده كمان جدا مهمه، ايش هي؟ مشان انفخ البالونه، ها مشان انفخ البالونه لازم الضغط اللي جوا هيو الستار، بدي احط الستار بريشر لازم يكون اكبر من ضغط ايدي، هذا هو الديستندنج بريشر. يعني لازم يكون يا جماعه الفرق بين الضغطين، الضغط اللي جوا
لما اطرح منه الضغط اللي برا لازم الضغط اللي جوا يكون اكثر من الضغط اللي برا عشان يطلع لي بالنهايه الديستندنج بريشر اللي يقدر يكون الجسم قابل انه يعمل لي كومبلينس معه. ماشي طيب تمام. طيب دكتوره شو ضغط جوا شو ضغط برا؟ هل اللنج فيها ضغطين؟ اه طبعا. تعال انا وياك اذكركم شويه اناتومي عن اللنج. يا جماعه الخير هاي هي اللنج. اوكي طيب رب العالمين اي عضو مهم بجسمنا وكل اجزائنا مهمه حط حواليها بلورا. البلورا إلها أكثر من طبقة، تمام؟ إلها طبقتين، شوفوا الله يرضى عليكم. عندي أنا شوفوا هون، عندي أنا هاي هاي اللانج، ماشي؟ عندي اللي لون أخضر هاي عبارة عن الفيزيرال بلورا، البلورا إلها طبقتين. بلورا جزء ملزق مباشر على اللانج، وجزء ملزق على شو اسمه؟ ملزق على التشست وول من برا، أوكي؟ هذه اللي على التشست وول شو اسمه؟ اسمه بارييتال بلورا. اوكي راح افرجيكم اياها على الصور هسه. نورمالي سبحان الله هسه شوفوا بالوضع الطبيعي بالحياه الطبيعيه هم كثير ملزقين في بعض، ماشي كثير كثير ملزقين في بعض. طيب ما علينا. المهم الان نورمالي في جسمنا بس هي كانت توف صغير صغير صغيره بينهم فلويد، يعني صغير زغنوطه كثير 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 ما في بينهم ضغط كثير، ماشي اوكي. طيب فاحنا بنحكي خلص خلصنا الاناتومي، يسعد مسانا شكرا طولنا كثير بعرف، يلا ما علينا. الان يا جماعه هاي هي اللنج، حكيت اللنج الان فيها تو بريشر، اتفقنا؟ ماشي، شو البريشر اللي جواتها؟ قلنا انا في عندي بريشر جوا وفي عندي بريشر لبرا. طيب البريشر اللي جوا الشيء اللي حكيناه اللي هو ايش؟ الانترا بالمونري بالمونري بريشر او انترا ليف يو لار بريشر حكيناه بارقامه اللي هي صفر ماينس 1 بلس 1، فهمناها عشان ما ننساها. الماينس 1 شوفوا مع مين كانت تجي؟ مع الانسبيراتوري صح؟ فشوفوا ماينس 1 فتخيل حرف الاي هو الماينس انسبيراتوري، بينما البلس 1 بلس 1 هو الاكسبيراتوري، تخيل الاي وحط فيها زي هيك طالعه لبرا، فالاكسبيراتوري فيها بالس بالس قال فيها بلس اوكي فهي اكسبيراتوري ماشي اوكي فهي بلس 1 بينما الانسبيراتوري هي ماينس 1. هذا في حاله انت خلص ما بدك تفهم الموضوع بدك تريح دماغك، فهي ماينس 1 وبلس 1 وفهمنا هذا الموضوع وانتهينا من هذا الشيء اوكي. طيب هذا الضغط اللي جوا. طب دكتوره ايش هو الضغط اللي برا؟ طيب خلينا نحكي ايش هو الضغط اللي برا. طيب يا جماعه هلا احنا بدي احكي لكم قاعده وهاي القاعده بدي اياكم تحفظوها. طيب تخيلوا انه هذه ايدي انا، ايدي اليمين، هاي ايدي اليسار، حلو، وجبت ايد حدا فيكم وحطيتها في النص وظليت اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها، شو رح يحكي لي في النهايه دكتوره رجعتيني؟ لانه اي جسمين بتقاربا من بعض رح ينتج لي منهم ضغط بسميه انا بوزيتيف بريشر. اوكي اوكي ماشي تمام التمام يا جماعه. فبالتالي لو قلت لك انه انا عندي في سطحين هذول السطحين بيبعدوا عن بعض، يلا انتوا احكوا لي شو اسم البريشر اللي حيكون فيهم جواتهم؟ راح يكون عندهم نيجاتيف بريشر. هذا بالمنطق ترى تمام؟ فمشان هيك يا جماعه الضغط الثاني اللي راح نحكي عنه اللي هو انترا بلورال بريشر هو الضغط اللي بين البلورا هو دائما نيجاتيف. ليه؟ لانه شوفوا ليه دائما نيجاتيف؟ هاي اهم معلومه لازم نطلع منها. شوفوا أنا دائما بحب أشبهها بتشبيه إنه دائما بحكي سبحان الله لما مثلا بتحكي لما بتجي عند وحدة مثلا بتكون أنت مار وفي مثلا شخص أنت ما بتحب تشوفه فشو بتحكي؟ يا الله بس أقرب من هذا الشخص بحس في طاقة سلبية أوكي فلا إراديا ببعد عنه. هذا الشيء ترى اللي هون شوفوا هو طبعا بالمناسبة بيكون شيء متبادل أكيد يعني المهم ما علينا. فلما لما هذول الاثنين يبعدوا عن بعض أوكي هذا الشيء بيعمل لي نيجاتيف بريشر. طب ليه بيبعدوا عن بعض؟ ليش؟ شو الجزء اللي بيبعد هان؟ شو الجزء اللي بيبعد هان؟ هذا الجزء اللي بيبعد بالنسبة لجوا هي اللانج، وإحنا حكينا اللانج اتس تند تو ريكويل، اللانج نفسها تنكمش أوكي. إذا اللانج شو مالها؟ نفسها تنكمش، فهي بتنكمش لجوا. التشست وول نفسه كمان ينكمش بس الانكماش بتاعته لبرا. دكتوره يعني شو بالله عمرك سمعتي عمرك سمعتي شيء بينكمش لبرا؟ بحكي لك اه في، تذكروا الاقلام هذول الاقلام هذول الحبر اللي بيكون فيهم زنبرك زي هيك؟ طيب هسه الزنبرك هذا لو انا ضغطت عليه صح؟ وتركته لوين راح ينكمش؟ وراح لوين يعني راح ينط؟ لبرا صح؟ فسبحان الله لقوا حتى انه سبحان الذي خلق فابدا انه نوع الالاستيك فايبر اللي موجوده في التشست وول سبايرال سبايرال الاستيك فايبر يعني شكلها زي هيك
يعني استبقى انا اظبطها على الصوره، شكلها زي هيك، هي بتميل انه ها تخيل انت، مش هي كانت مضغوط عليها زي هيك تك فلتت لبرا، فصار عندها الاكسبانشن، اذا هي بالوضع الطبيعي هي تميل للخارج ماشي. فمشان هيك سبحان الله اللانج بدها تفوت لجوا والتشست بده يطلع لبرا، فمشان هيك نشأ ما بينهم ايش؟ نيجاتيف بريشر. اوكي طيب تمام ماشي. هسا سبحان الله، هسا تخيلوا هاي التشست كله، هاي اللانج وهاي اللانج الثانية تمام. اللانج هاي البريشر تاع الانترا بلمونري بلورال بلورال انترا بلورال نيجاتيف، وهنا نيجاتيف. تخيلوا هاي النيجاتيفيتي خلت كل الوسط نيجاتيف، فخلت حتى الفينس ريتيرن نيجاتيف، الاسوفيجس نيجاتيف، والليمفاتيك كمان نيجاتيف. طيب دكتورة شو يعني؟ جماعة دائما اي نيجاتيف بريشر في الحياة له سكشن افكت، دائما اي نيجاتيف له سكشن، اي نيجاتيف بسحب، دائما اي نيجاتيف بصير يسحب لفوق. وهذا الاشي رح تشوفوه ان شاء الله بتدرسوا محاضرات التي بي، رح يحكوا لكم مرضى التي بي لازم احطهم بغرفه نيجاتيف بريشر. شو يعني نيجاتيف بريشر؟ معناها بتعمل سكشن للهواء تسحبه بس ما بترجعه، بتطلعه لبرا، هاي السكشن. فلقوا سبحان الله النيجاتيف بريشر هاي الها فائده انها بتطلع، ها شوفوا بتسحب معاها، تسحب يعني بتساعد بالفينس ريتيرن، بتساعد بالليمفاتيك درينج اند سو اون. ماشي يا جماعه طيب تمام تمام بس اخر حاجه، في سؤال صراحه دائما بيتكرر الدكتور هيك عرج عليه تعريج، اللي هي متى، ها وين سوري وين الانترا بلورال بريشر بيكم بوزيتيف، متى بصير بوزيتيف؟ اذا هو نورمالي نيجاتيف، متى بصير بوزيتيف؟ يا جماعه بصير بوزيتيف لو هاي المنطقه دخل فيها اي شيء غريب، يعني دخل فيها اير بنسميها نيمو ثوركس، نيمو ثوركس دخل فيها دم بسميها هيمو ثوركس، دخل فيها باس بسميها امبييما اند سو اون. حلو كل هذه الشغلات، اذا صار في عندي مشكله بالفسيولوجيه تاعت هذا الشيء، هذا الشيء شو بيعمل لي؟ بيعمل لي انه ايش تصير بوزيتيف. بلس في شيء فسيولوجيكال، فيسيولوجيكال بيعمل لي هذا الشيء، شيء اسمه فالزال فا مانوفر. يا جماعه ايش هالفالزال فا مانوفر؟ تخيل معي الموضوع، شوفوا انا بدي ارجع ارسم لكم هاي التريكيا، هاي المين برونكاي برونكيول باللنج، واللنج حواليها تشست. حلو طيب شوفوا سبحان الله هذول جماعه الفالزالفا، على فكره كلياتنا بنعمل فالزالفا، كلها الستات لما بتولد بنحكي لها شدي على حالك صح، هاي فالزالفا مانوفر. انت لما بتروح تعمل ديفيكيشن اجلكم الله، هاي كمان فالزالفا مانوفر. فكره الفالزالفا مانوفر انك انت بتكون شادر حالك، شو بتكون شادر حالك؟ بتكون انت هاي الابيجلوتس بتكون مسكره من فوق، اوكي بتكون مسكره الابيجلوتس، فبالتالي كميه الهواء اللي موجوده في اللنج بتكون ثابته، فاللنج حجمها ثابت لا بيزيد ولا بيقل. حلو بينما التشست انت بتكون هيك بتشد على حالك فبتصير تفوت التشست لجوا، طيب هذه ثابته وهذه بتفوت لجوا، شو قلنا؟ قلنا اي اشيين بيلتقن مع بعض شو رح يصير البريشر بينهم؟ رح يصير البريشر بينهم بوزيتيف، فهي مشان هيك بصير ايش البريشر بتاعها ايش بوزيتيف بريشر. ماشي يا جماعه طيب يلا ايش يعني compliance of lung؟ هي الطاوعيه او قابليه للتمدد. It's a unit in the lung volume, change in lung volume per unit change of distending pressure. شو هو distending pressure؟ هو عباره عن differences between the intrapleural pressure and the alveolar pressure. له اسم ثاني بنسميه transpulmonary او transmural pressure. شوفوا هون شو يحكي يا جماعه الكومبلينس، هي الفرق في الفوليوم على الفرق في البريشر. هلا بيحكي لنا هون دكتور شو الفرق، هل الكومبلينس تساوي الريكويل؟ سوري الكومبلينس تساوي الالاستيسيتي؟ لا طبعا، الالاستيسيتي هي القدره على الانكماش، بينما الكومبلينس هي القدره على التوسع. ماشي يلا هون رح نرجع نحكي كلام بسيط، ايش هي المسلز اوف انسبيريشن؟ المسلز اوف انسبيريشن يا جماعه هي عباره عن الديافرام، الديافرام هو مين اللي بغذي لنا اياه؟ بغذي لنا اياه الفرينك نيرف. من وين جاي الفرينك نيرف؟ جاي من سي 3 لسي 5، وحكى الدكتور هاي هي الميكانيزم تبعت الهانجينج، عمليه عمليه الاعدام فكرتها انه انا بس اعدمه بكسر له هاي الفقره، بس كسرت هاي الفقره خلصت الفرينك نيرف، بس راح الفرينك نيرف راح الديافرام، وديافرام هو قلنا عضله الحياه، هي المسؤوله عن 70% من الكونتراكشن، بصير لها ديسنت اوف ذا ديافرام ليد تو انلارج الثوركس ايش فيرتيكال، برافو عليكم، بينما الاكسترنال انتركوستال تعمل لنا كونتراكشن، تعمل لي اليفيشن وايفيرجن اوف ذا رير، الاليفيشن بتزود لي الترانسفيرس والايفيرجن بتزود لي الانتيريور بوستيريور ديامتر. حلو الاكسسوري مسل متى بنستخدمه؟ فقط في حالات الفورست انسبيريشن، قلت لكم هم 3 سي اللي هم ستيرنو ماستويد ماسلز، هيها
هاي الاسترنو ماستويد، معناها من الاسترنم للماستويد، هاي النقطة اسمها ماستويد. شو وظيفتها؟ انها بترفع الى الاسترنم، حلو. بعدين في عندنا سكاليري، هاي السكاليري شوفوا ماسكي بالربس الاول، هي بترفعه تمام، بتوسع لي. وفي عندنا ايش حكينا اسمها سيريتس، بوستيريور سوبيريور وبوستيريور سوبيريور، في بوستيريور انفيريور، هيها هي بوستيريور في مكان البوستيريور، عندي واحدة سوبيريور وعندي واحدة انفيريور. شو وظيفتهم؟ انها بترفع الى باقي الربس من ورا. طيب تمام. الاكسبيريشن مصل اكت اونلي في الفيرست اسبا اكسبيريشن، قلنا ليه؟ لانه في الوضع الطبيعي هي باسيف، يا عيني عليكم. هلا شوفوا، قلنا في عندنا ابدومينال ماسلز والانترنال انتركوستال ماسلز. الابدومينال وول ماسلز حكينا اللي هم الريكتاي، ترانسفيرس ابدومينس، الانترنال والاكسترنال اوبليك ماسلز، تعمل لي كونتراكشن ليد تو كومبريس الابدومينال كونتنت، بيرتفع الى الضغط تاع الابدومينال بريشر، فبيحرك لي ايش؟ الديافرام لفوق، ماشي. الانترنال انتركوستال نفس الحاجه، بتعمل لي ديبريشن وانفيرجن للريبس، عكس الوظيفه بتاعت الاكسترنال. هون شوفوا، هي ديافرام ديسنت، اكسترنال اليفيشن وانفيرجن، ماشي. هون في عندنا سؤال، هذا السؤال جاوبوه ابعثوا لي على الخاص، اوكي. طيب يلا نحكي شوي عن البالمونري بريشر. قلنا احنا الاتموسفيريك بريشر هو 760، قلنا احنا بنتعامل معاه اساس انه زيرو، حلو. الانترا بلورال بريشر قلنا دائما بيكون نيجاتيف، قديش؟ ماينس 3، يا عيني عليكم. هسا الانترا بالمونري بريشر او انترا الفيولار بريشر حكينا، قلنا في حاله انه ما بنتنفس شيء اتس ايكوال تو زيرو، حلو. decrease to minus 1 في حالة الانسبيريشن، طلعوا الاي مع الماينس، بعدين الاكسبيريشن الاي مع البوزيتيف، مع بوزيتيف 1. شوفوا هاي الرسمة عادي بسيطة، شوفوا هون لما انت بتاخذ انسبيريشن الفوليوم بيزيد، حلو. بس تاخذ الفوليوم شو راح يصير في البريشر في انترا بالمونري؟ راح يوصل لماينس 1، حلو. بعدين الاكسبيريشن الفوليوم بقل، فبالتالي بس قل الفوليوم شو راح يصير في عندي؟ البريشر راح يزيد، ماشي يا جماعه. هذا اما بالنسبه للانترا بلورال، الانترا بلورال ما تخيل قلنا هو دائما نيجاتيف، اللهم انه بيكون ماينس 3 وفي نهايه الانسبيريشن بوصل ماينس 6، اوكي؟ طيب هون يا جماعه الخير اللنج، شوفوا اللنج كيف مغطيه، في عندي الغطاء اللي مباشره على شو بسميه؟ بسميه فيسرال بلورا، بينما الغطاء اللي عليها من فوق هي البارايتال بلورا اللي بيكون على جهه الايش؟ الشست وول. الانترا بلورال بريشر حكينا هو البريشر اللي موجود في الفلويد ان بلورال كافيتي، ماشي؟ ات اولويز نيجاتيف، بس زي ما قلنا هلا هو مش نيجاتيف معناه انه نيجاتيف، هو معناه انه سب اتموسفيريك، زي الشيء اللي فهمناه. طيب هلا ايش الكوزز اوف نيجاتيفيتي؟ ليش انا في عندي نيجاتيف؟ قلنا بسبب، شوف سبحان الله، في عندي التشست اللانج بتها الاستيك تو ريكويل، والتشست بده كمان تو ريكويل، بس ليش هذا ريكويل لبرا؟ لانه قلنا في عنده ايش؟ شوفوا شو مكتوب هون، سبايرال الاستيك فايبر، ماشي يا جماعه. طيب the causes of negativity in the intrapleural pressure is، شوفوا شو، هل accumulation of fluid hydro؟ قلنا اي accumulation شو بيعمل لي؟ بيعمل لي يا positive، حلو. طيب هل ال expiration بتعمل لي بتزيد لي negativity بعد intrathorax؟ نو no، ما حكينا عن هذا الاشي، حلو. lung tendency to stretch with the chest tendency to compress؟ لا، احنا قلنا ال chest ماله بده يطلع لبرا، واللانج بدها تعملها ايش؟ recoil. فبالتالي a dynamic harmonious antagonism between a chest and the lung. شايفين الانتاجونيزم انهم بيمشوا عكس بعض. شوفوا الفانكشن، سبحان الذي خلق فابدع. اول حاجه maintain the lung inflated and prevent the collapse during expiration. هاي الشغله الثانيه اللي بتمنع الي الكولابس. ايش الشغله الاولى اللي حكينا عنها؟ برافو عليكم، اللي هي السيرفاكتنت. سيرفاكتنت، لو سالنا ايش الشيء بيمنع الي الكولابس، هم شغلتين، واحد اللي هي النيجاتيفيتي بريشر تبعت الانترا بلورال، والشغله الثانيه السيرفاكتنت. كمان هي لها دور يا جماعه بعمليه الاكسبانشن اوف ذا لانج ديورينج انسبيريشن، اوكي. وكمان بتساعد على الفينس ريتيرن، وبتساعد على الليمف ريتيرن، لانه يا جماعه هي بتنقل لي اياه من البوزيتيف بريشر تبعت الاكسترا ثوركس للنيجاتيف انترا ثوركس فين، ومن البوزيتيف الاكسترا ثوركس للنيجاتيف تبعت ايش؟ الانترا ثوركس فين، ماشي. طيب هون اشياء كمان حكيناها، ايش هي الميكانيزم اوف بريثنج؟ شوفوا بالنسبه للنورمال انسبيريشن، ها نورمال ريستنج انسبيريشن، احنا عاديين او بمصطلح اخر كوايت بريثنج، يعني شوفوا بيجي عندنا الريسبيراتوري سنتر، بيروح بيعطي اوامر لمين؟ للديافرام والاكسترنال انتركوستال، يا فرينك يشتغل ولا انتركوستال يشتغلوا، شو بيعمل لنا؟ contraction of diaphragm and external intercostal muscles، عرفناها؟ حلو. expansion of the chest wall in all directions في ال 3D، في ال 3D يعني. شوفوا هذا الكلام، هي الرسمه اللي كنا راسمينها على جنب. distension of the lung and decrease intrapulmonary to minus 1، فبالتالي رح يصير عندي ايش؟ air in. الله يرضى عليكم، والله شوفوا الكلام قديش انا زنخ، شوفوا هون قديش كان حلو بالرسمه، اموره تمام وبسيطه، ما تحفظوا الاشياء بطريقه جامده، ادرسوها، لان انا يعني زي ما انتم شايفين انا هلا حاليا بقرا قراءه. طيب بالفورست انسبيريشن بدي اشغل ايش؟ الاكسسوري ماسلز، عشان ازيد الثوركس كافيتي اند رش اكثر هواء لللنج.
ماشي. طيب بالاكسبيريشن، يلا بالنورمال اكسبيريشن، نورمال بريستنج اكسبيريشن، احنا قلنا هو باسيف بريسس، شو وظيفته؟ ايش اللي بصير؟ بس بصير في عندي ريلاكسيشن للانسبيراتوري ماسل، بصير في عندي ريلاكسيشن جروب في الكيج ماسلز والاليفيشن تبعت الديافرام، فبتؤدي الى زياده في البريشرز اللي بتخليه بلس 1 ورش اير اوت اوف ذا لانج. ماشي. بالفورست اكسبيريشن لا والله بده يصير في عندي كونتراكشن للعضلات، هلا اللي هم مصل اللي حكينا كونتراكت سترونجلي سو مور ديبريشن اند انفيرجن، ما بننسى فوق ايفيرجن، انا انفيرجن اوف ريب، وبالتالي مور ديكريز اوف ثوراسيك كافيتي اند رش اوف مور فوليوم اوت اوف ذا لانج. اوكي طيب هيك بنكون خلصنا. هلا هون هذا جدول، صراحه انا الجدول صراحه في عليه يعني اكم من تساؤل، ما راح اشرحه هلا الا لما اتاكد من الدكتور، فراح اتواصل مع حدا فيكم يسال لي اكم من سؤال للدكتور لانه في شويه اخطاء هنا فبدنا نتاكد منه. هو بس يعطيكم الف عافيه، عموما اي سؤال او استفسار تقدر تتواصلوا معي، ويعطيكم الف عافيه.